يلا دي الكلمة ديال السلام عليكم. أنا تنتوجه لدائرة الأمن ديال البرنوصي، حنا في إقامة النيل سيدي مومن، إقامة النيل 3 في حي الهودة قرب لابيسين عساس. عندنا معاه شكاية عند وكيل عساس ليلي، عندنا معاه شكاية عند وكيل جلالة الملك. اليوم حرش خوه و تيدخل على السكينة بجنويتو، الأطفال الصغار العيالات المرأة ها هي غنوريها لكم دابا، حتى هي جاية دير الشكاية ديالو. الموبل كامل طالع بجنويات يهدد في السكينة كاملة. حنا تما عندنا المشكل تنمشيو للدائرة 3 اللي فيها ما تيدخلوش لينا، تيبقاو يتماطلو. سمعت أن السيد عنده شي نفوذ داخل، وعنده نفوذ هاد السيد عنده نفوذ، تيب تليفون ما تيبغيش يدخلوا لينا. تتسنى من عيط الامن قالك غدا ندخلوا، امتى غندخلوا حنا؟ تيموتوا هاد الاخوان ديالنا، المراه داخل عليها كلهم كلهم راه هو الدري الصغير حتى هو خايف. ها هو ديالي وهذا ولدي انا عنده 11 عام. كلم لي المراه صاحبي، كلم المراه. ها المراه ها هي، هضر يا اخو اهل. واش دخل عليك؟ دخل عليك الدار؟ دخل عليك الدار؟ دخل عليا، تبعني بالجنوي، تبع ولدي ودخل عليا. دخل عليك هاتي كلمه الصاد طيب. السيد فايد القانون، السيد هذا راه فايد القانون. كان عندنا مع خوه مشكل، تولى ولا هو الجاوة وكيتقول عباد الله سمعتوا ولا لا، ولكن وقيلا كيحرشوا شي حد من الفوق. كيحرشوا مول المسائل هذه الله يسكن. انا كلمه اللي كنبغي نقول هاد السلطات بان تقالينا حل مع السيد هذا، وبان تفاوت حدود بزاف. كنتمنى يكون شي تدخل، لان الاولاد ديالنا والعيالات ديالنا في خطر، وحنا ما قاديش نباتوا في الدار. راني جينا مع العشيه، هو دخل عليهم مع ربعة العشيه، حنا في الخدمه جينا لقينا عيالتنا وولادنا في حاله يرثى لها.